الله يبارك فيكي، ميرسي، شكرا. السنة دي كانت تقيلة شوية على نادي السباعي، ثلاث أفلام. الحمد لله، وسكر مر الحمد لله، ويا رب إن شاء الله السنة الجاية تبقى برضو مليانة كده وكبيرة، يا رب بإذن الله. تلفتي السنة دي في نضج فني من الحمد لله يا رب، دايما كده كل واحد بيحاول دايما يطور من نفسه ويحاول يبقى عنده نضج في شغله. الحمد لله أنا حاولت أحقق ده السنة دي. شعورك إيه بقى لما خدتي جايزة يوم للستات أفضل ممثلة؟ شعور كبير جدا، ان دي اهم جايزه انا عملتها، واهم جايزه انا اخدتها، سوري. و لانه مهرجان القاهره السينمائي الدولي مهرجان كبير جدا ومهرجان قديم، واحنا المهرجانات بتتقاس بالقدم بتاعتها، مهرجاننا من اقدم المهرجانات، فمهرجاننا مهم جدا. مش بس كده، المهرجان محقق نجاح كبير، سوري، ما كانش فيه في افلام محقق نجاح في مهرجان مصريه، كان فيه افلام بتشارك بس ما كانش بتاخد جوائز، فبقى لنا 12 سنه ما خدناش جايزه، فالحمد لله انا خدت جايزه بقى 12 سنه. يوم الستات سموكي البنت بتاعت المايو. انا بتاعت المايو. يا ريس راح فين؟ يا ناهد، قولي لي، هبه رجل الغراب بتصوري جزء جديد؟ بنكمل الاجزاء بتاعت هبه رجل الغراب، وان شاء الله يا رب ناس تتبسط بيها ويعجبها الفيلم ان شاء الله. هتبداي الفيلم امتى مع مامتك؟ الفيلم باذن الله، الفيلم اسمه سكس في الارشيف، وان شاء الله السنه الجايه هيبقى الفيلم ده هينزل، واتمنى الناس تحب الفيلم وتشوفه. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه 2017 ان شاء الله تحققوا كل نفسكم فيه باذن الله.